قدرة التفكير عند الإنسان. لكل إنسان قدرة على التفكر، أحيانا لا يشعر بها. عندما يبدأ الإنسان باستخدام هذه القدرة، يبدأ في رؤية جمال الحقائق التي لم يكن يدركها قبل ذلك. إن الله خلق كل شيء نراه لهدف معين، ودعا الإنسان إلى التفكير في دلالة هذه الأشياء. يقول الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.